السجناء في واحد الحبس في فرنسا جالسين ما بيهم عليهم حتى تيشوفوا واحد الهليكوبتر اللي كان طاير على واحد الارتفاع منخفض بزاف. حنقزوا منا جوج ديال الرجال من التمين مسلحين برشاشات كلاشينكوف، دخلوا لواحد الزنزانة مباشرة وهربوا واحد السجين معاهم بواحد الطريقة أقل ما يقال عليها هوليوجيا. هذا السجين هو الجزائري رضوان الفايد. باش تعرفوا القصة ديالو من البداية حتى النهاية خليكم معنا حتى نهاية الفيديو. رضوان الفايد هو أخطر رجل عصابات في فرنسا وفي العالم. هرب من السجن بزاف ديال المرات. تولد في فرنسا ولكن با أمه من منطقة القبائل الجزائرية قبل ما يهاجروا لفرنسا. تولد في 10 مايو 1972 وقضى الحياة ديالو بشكل طبيعي حتى وصل سن المراهقة. هنا بدات تتحول الحياة ديالو نحو الإجرام ولكن بواحد الطريقة مغايرة وذكية بزاف، حيث كان تيستلهم من جرائم ديالو من أفلام الأكشن ولقبات الصحف الفرنسية بالدماغ، حيت الجرائم اللي كانت يرتكب كانت بالعقل ماشي بالسلاح والعنف. الجرائم ديالو الكثيرة خلات الصحف الفرنسية في ديك الفترة تلقبوا بعدو فرنسا رقم واحد. البداية الإجرامية ديالو بدات فاش كان في عمره 18 سنة ببيع المخدرات. واخا هادشي كامله كان محبوب عند الناس حيت كان عنده واحد الكاريزما طاغية، والغريب أن حتى البوليس فاش كانوا تيقبطوا عليه كانوا تيعتبروه واحد الشخص اللي ظريف واخا كاع الجرائم اللي كان تيدير. فيظهر من السجن جوج تاع المرات، المرة الأولى من واحد السجن اللي كان الاسم ديالو ديريو كان قريب من باري، أما الهروب الأخير ديالو اللي دوخ فرنسا كاملة واللي ما استغرقش أكثر من 10 ديال الدقائق. نرجعوا لبداية ديال فايد اللي كانت في بداية ديال التسعينيات. هنا قام بأول جريمة في حياته، تيقول بلي استلهمها من واحد الفيلم اللي كان الاسم ديالو بوان بريك. دخل فايد والعصابة ديالو لواحد البنكة لابسين أقنعة لوجوه رؤساء ديال فرنسا، منهم فاليري وشارل دوغول واحد من أشهر الرؤساء اللي دازوا في تاريخ فرنسا. حتى فاش كملوا استعملوا واحد المقطع اللي كان شهير من الفيلم، شكرا لتصويتكم لي. واحد الجريمة أيضا اللي كانت تشهرت ليه بزاف هي واحد السطو مسلح على واحد الشاحنة كانت هازة الفلوس. تيقول فايد بلي نقلها من واحد الفيلم اللي كان الاسم ديالو هيد وكان تيمثل فيه دور البطولة روبرت دينيرو. تيقول بلي شاف الفيلم أكثر من 100 مرة هو وصحابه باش يحفظوه مزيان باش ما يوقع أي خطأ في عملية الاقتحام. أما الهروب ديالو فكان أول مرة من واحد السجن في سنة 2013، كان في واحد السجن اللي كان الاسم ديالو سكويد تيتسنى الموعد ديال المحاكمة، ولكن حتى واحد ما عرف منين جاب واحد السلاح رشاش وبعض ديال المتفجرات. قدر يفرقع 5 ديال البيبان ويهرب ودا مع 4 ديال السجناء كرهائن. الليل كامل بقات القوات الفرنسية تتقلب عليه حتى لقات السيارة فاش هرب، ولكن كانت خاوية ومحروقة وما فيهاش حتى بصمات. قهرب واحد المدة طويلة قبل ما يقبطوا عليه في واحد الفندق اللي كان مخبي فيه علين ما يلقى اللي يوفر ليه وثائق مزورة باش يهرب لإسرائيل. تيقولوا بلي تعلم اللغة العبرية في هاد المدة وكان ناوي يهرب لإسرائيل ويستقر فيها. أما الهروب الثاني ديالو اللي كان هو الأخطر والأذكى في التاريخ، بالضبط 11 ونص نهار 1 يوليو من عام 2018، مجموعة من المجرمين أو الأذكياء سميهم كيف ما بغيتي اختطفوا واحد الهليكوبتر من واحد المطار. أكيد أن كل شيء غادي يتساءل كيفاش قدروا يخطفوا هليكوبتر من مطار اللي يكون محروس بزاف. هاد المطار كانوا منخرطين مع واحد الشركة تاع الطيران لمدة شهر باش يتدربوا على الطيران، ومخروا معاهم جوج من المتدربين ديال الطيران اللي شاركوا معاهم تحت تهديد السلاح. مشاو بهذا الهليكوبتر للسجن اللي كان فيه الفايد وحلقوا على واحد العلو اللي كان منخفض بزاف. هبطوا جوج منا، مشاو وخرجوا الفايد وركبوه معاهم في الطائرة. العملية اللي ما تعداتش 10 ديال الدقائق، من وراها تلقات الشرطة الفرنسية واحد الحملة كبيرة باش تقدر تقبض عليه وعلى اللي هربوه، ولكن والو. لقاو الطائرة المخطوفة قريبة من مطار شارل دوغول، أما الفايد وصحابو هربوا في واحد السيارة اللي كانت مجهزة لهم. هادشي كامل ما خلاش الفايد يدخل سوق راسو. من ورا هاد الهروب لهوليوودي بثلاثة الأسابيع كانت الشرطة قريبة باش تقبض عليه، وقدرات الشرطة تحدد المكان ديالو اللي كان واحد السيارة بعد مطاردة طويلة قدر يهرب منهم بحال العادة. قبل ما يلقاو السيارة في واحد البلاصة كيف العادة ما فيها حتى دليل. واحد المرة أخرى قدر يهرب من الشرطة اللي حاصرته في واحد الكراج ديال واحد المول هو وخوه وجوج ديال صحابه. كالعادة ما عرفوش كيفاش هرب حتى لقاو السيارة ديالو كانت عامرة بالمتفجرات والأسلحة خاوية. فشافوا الكاميرات ديال المراقبة ديال الكراج لقاو باللي تنكر في واحد البرقع باش يتجاوزهم ويدوز من حداهم بلا ما يعيقوا به. دازت 94 يوم على الفرار ديالو. فرنسا كانت مقلوبة، ولكن الشرطة ركزت على المحيطة ديال العائلة ديالو في انتظار أي اتصال، حيت كانت عرفت العلاقة الوطيدة اللي كانت تربطو بهم.
هادشي اللي وقع الفايد ارتكب واحد الخطا كبير بالاتصال ديالو بالعائله. قدرات الشرطه تحدد مكان المتصل اللي كان في واحد العماره في النواحي. مده طويله بقات الشرطه تفتش في هذا المكان اللي كان عامر بالناس وما يقدروش يقلبوا الدجور كاملين. شكوا في واحد المنزل اللي كانت فيه واحد السيده بوحدها عايشه، ولكن الماكله اللي كانت تشري ديال جوج الناس. الشرطه كانت واحد المنزل قريب من هذا المنزل اللي مخبي فيه، وبعد مده من التنصت تاكدوا بلي المطلوب رقم واحد في العالم موجود بالفعل في هذا المنزل. جمعت القوات الفرنسيه اكثر من 3000 من الشرطه الفرنسيه باش يهجموا عليه. كانوا تيظنوا انه غادي يقاوم، ولكن بالعكس كان هو ذكي. بمجرد ما شافهم استسلم بسهوله، حيت كان عارف باي مقاومه منه غادي يقتلوه. رجعوا فايد للحبس، واحد من رموز عالم السرقه للسجن، باش يقضي المده اللي محكوم. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوها مع اصحابكم باش توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. الى اللقاء فيديو جديد.
Yeah.